بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي التجاري، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة. حلقة النهاردة حلقة مخصصة لطلاب الصف الأول اللي بنرحب بيهم في بداية العام الدراسي الجديد بإذن الله تعالى، وهنستعرض معاهم إيه هي مجموعة المواد اللي هنكون بدراستها في الصف الأول في المدارس التعليم التجارية. بنعطي لأولادنا قسط من التعليم الزاخر اللي يجعلهم مرتبطين بسوق العمل، فعشان كده تم اختيار مجموعة المواد اللي هيتم تدريسها بعناية، فهيتم إثقال معارف الطلاب بمجموعة من المواد الأساسية اللي احنا زيها هندرسها مع بعض، زي مادة اللغة العربية واللغة الفرنسية والإنجليزي والحاسب الآلي وجغرافية مصر الاقتصادية والحاسب الآلي ومادة مبادئ القانون، ومجموعة أخرى من المبادئ من المواد التجارية المتخصصة الوثيقة الصلة بسوق العمل. فهنلاقي نفسنا هندرس مادة اسمها مبادئ المحاسبة، ومادة أخرى اسمها مبادئ الاقتصاد، ومادة اسمها إدارة الأعمال، ومادة أخرى اسمها مادة التسويق، ومادتين مرتبطين ارتباط وثيق الصلة ببعض. المادة الأولى بتسمى مادة السكرتارية باللغة العربية، والمادة الأخيرة هي مادة السكرتارية الأفرنجية أو السكرتارية باللغة الإنجليزية. النهاردة احنا مخصصين الحلقة دي لحضراتكم عشان نعمل رحلة سريعة في منهج مادة السكرتارية باللغة العربية، اللي شرفني ويسعدني مستر محمد بدر ان اكون معاكم في تدريس هذا المقرر بإذن الله تعالى هذا العام. هناخد حضراتكم في رحلة سريعة مع قطار تدريس مادة السكرتارية باللغة العربية، وهنعرف مع بعض ان القطار بتاعنا هيقف في 8 محطات عبر 8 ابواب. المادة مادة السكرتارية باللغة العربية هي مادة بتدرس لجميع طلاب الصف الاول في المدارس التجارية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات. طيب عايزين نعرف مع بعض ايه هي اهداف تدريس مقرر مادة السكرتارية، بس تعالوا بينا ابناء الطلبة والطالبات المشاهدين عبر قناة مصر للتعليم الفني نشوف مع بعض سؤال يطرح نفسه على اذهاننا: لماذا يتم تدريس مقرر السكرتارية؟ ليه الوزارة اختارت تدريس منهج السكرتارية لابنائها الطلبة من طلاب الصف الاول واللي هيمتد معاهم في الصف الثاني وفي الصف الثالث في بعض الشعب؟ هنلاقي اني نظرا لو حضراتكم بصيتم ونظرتوا نظرة سريعة الى المجتمع هنبص نلاقي حجم التطور السريع وحجم التطور المذهل السائد في المجتمع، واللي ترتب عليه زيادة مستمرة في حجم المؤسسات والمصالح الحكومية، وبناء على التطور العمل الإداري، فكان لازم أن كل هذه التحديات تجعل رؤساء الأعمال ومدير الشركات ورؤساء الأقسام سواء كان في القطاع العام أو في قطاع الأعمال أو في القطاع الخاص إن هم يدوروا على أشخاص معاونين وأشخاص يساعدوهم في إنجاز مهمهم. هؤلاء الأشخاص هم السكرتارية، ومن هنا تأتي أهمية تدريس مقرر السكرتارية. أبناء الطلبة، كمان لو حضراتكم رحتوا في زيارة ميدانية لسوق العمل مع أحد أقاربكم كزيارة لأحد الشركات اللي والد حضرتك بيشتغل فيها، أو زيارة لأحد الشركات اللي والدتك حضرتك بتعمل فيها، هنلاقي ان هذه الشركات الكبرى والشركات العملاقه على انطلاقها بتخصص وحده داخل هذه الشركات، وحده او قسم، هذا القسم بيسمى بقسم السكرتاريه، ودي اللي بتعاون الرؤساء والمديرين. تعالوا بينا نشوف ايه هي اهداف تدريس مقرر ماده السكرتاريه. ماده السكرتاريه ماده لذيذه وماده مهمه. تعالوا بينا بعد ما شفنا ليه الغرض من تدريس ماده السكرتاريه نستعرض سويا ايه هي اهم الموضوعات اللي هيتم تناولها من خلال العام الدراسي الجديد بإذن الله تعالى 2021-2022. قررنا ان احنا نقول لحضراتكم من خلال هذه الحلقة هذه الموضوعات في شكل اهداف، فهنقول مع بعض اهداف تدريس مادة السكرتارية. الباب الاول يهدف تدريس مادة السكرتارية باللغة العربية في مدارس التعليم الفني الى اكساب الطالب قدرا من المعلومات والمهارات حول ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض اهم الموضوعات اللي احنا هندرسها من خلال مادة السكرتارية. هنلاقي ان الباب الاول الفصل الاول من كتاب الوزارة بإذن الله تعالى هيستعرض معنا معرفة المفهوم العلمي للسكرتارية، وهنعرف من خلاله ومن خلال صفحات كتاب الوزارة هنعرف كمان تعريف السكرتير وطبيعة عمل السكرتارية. فبيعرفوا السكرتارية، قالوا ايه هي السكرتارية؟ قالوا ان السكرتارية هي الوحدة التنظيمية والجهاز المعاون للمدير الإدارات والأقسام.
يبقى السكرتارية هقول مرة كمان عشان أحد أبناء الطلبة ذهنه ما يشردش معانا يبقى مركز معانا، هنقول السكرتارية هي الوحدة التنظيمية أو الجهاز المعاون الذي يعاون المدير ورؤساء الأقسام. كمان هنعرف من خلال منهج السكرتارية اللي هندرسه مع بعض بإذن الله هذا العام طبيعة عمل السكرتير، وهنعرف يعني إيه سكرتير، وبنقول إن السكرتير من خلال صفحات كتاب الوزارة بيعرف السكرتير بتعريف موجز بيقول إن السكرتير هو شخص بيعاون المدير وبيكون مصدر ثقته في إنجاز الأعمال الهامة والسرية. أبا أنا عايز أسأل حضراتكم سؤال، إيه هو السؤال اللي هيتطرق لأذهاننا في هذه اللحظة؟ هذا السؤال بيقول إيه؟ بيقول لو حضرتك مدير في شركة أو لو حضرتك رئيس عمل في منظمة أو في قطاع من القطاعات ومحتاج حضرتك إن أنت تعين عند حضرتك سكرتير، هذا السكرتير هو اللي هيناقش أعمالك وهو اللي هينظم وقت حضرتك وهو كمان اللي هيرد على تليفوناتك. أكيد حضرتك مش هترضى بأي شخص عشان يتعين في وظيفة السكرتير، أكيد حضرتك هتختار شخص يكون له مجموعة من الصفات اللي بتأهله لأن هو يشتغل هذه الوظيفة بكفاءة وبفاعلية. من هنا هيروح المنهج بينا لمحطة أخرى من محطات الباب الأول وهو معرفة إيه هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها السكرتير. هيستعرض الكتاب معاكم خلال العام الدراسي إن صفات السكرتير صفات شخصية متعددة، أقل حاجة من هذه الصفات على سبيل المثال لا عن سبيل الحصر، أول شيء في السكرتير يجب أن يكون حسن المظهر، شخص يكون مهندم في 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 ثيابه، مش شرط يكون هذا الثياب غالي ولكن يجب أن يكون مهندم ومنسق. شرط تاني من أو صفة تانية من الصفات التي يجب أن يتحلى بها السكرتير، يجب أن يتمتع هذا السكرتير بقدر من اللباقة. اللباقة لأنه هو هيكون متحدث، هو بيمثل صاحب الشركة أو بيمثل مدير المنشأة، لأن هو اللي هيستقبل العملاء وهيستقبل زبائن الشركة، وبناء عليه يجب أن يتمتع بقدر من اللباقة. كمان صفة من الصفات اللي هيعرضها كتاب المدرسة معنا في مادة السكرتارية في الصفات الخاصة بالسكرتير، هنلاقيه بيقول ان يجب ان يكون هذا السكرتير يتحلى بقوة الذاكرة عشان لما مديره او رئيسه في العمل يطلب منه عمل بسرعة يقدر يستدعى هذه المعلومات. كمان يجب ان يكون حسن التصرف في المواقف الصعبة، وكمان يجب ان يتسم بالثبات الانفعالي، صفة مهمة جدا يجب ان يتحلى بها كل سكرتير وهي صفة الثبات الانفعالي. ليه حضراتكم لازم يكون عنده ثبات انفعالي؟ على اساس ان المنشأة بيتردد عليها انواع كثيرة وانواع متعددة من الزبائن والعملاء، في زبون متردد، في زبون عنيف، فيكون عنده قابلية للتعامل مع كافة الفئات. صفة أخرى بيستعرضها كتاب المدرسة من صفات السكرتير وهي القدرة على تحمل المسؤولية. بعد ما استعرضنا أو هيستعرض كتاب المدرسة إيه هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها السكرتير، هيبدأ الكتاب المدرسي يقول لي إيه هي كمان أنواع السكرتارية. وهنعرف إن أنواع السكرتارية كما يعرضها كتاب المدرسة في سياق صفحاته إن أنا عندي ثلاث أنواع للسكرتارية. هلاقي عندي حاجة اسمها السكرتارية العامة، وهلاقي حاجة اسمها السكرتارية الخاصة، وهلاقي حاجة اسمها السكرتارية المتخصصة. السكرتارية العامة والسكرتارية الخاصة والسكرتارية المتخصصة. وهنعرف كويس قوي إن السكرتارية العامة دي بتهتم بإيه؟ بتهتم بالأعمال المكتبية وبتعاون كافة الأقسام والمستويات المختلفة من الإدارة بأقسامها، زي قسم إيه؟ زي قسم الاستعلامات، قسم المحفوظات، قسم شؤون المبنى، قسم الاتصال التليفوني، قسم الشؤون المالية والإدارية، قسم زي قسم الطباعة والنسخ. إذن أعمال السكرتارية العامة هي أعمال عامة في المجمل بيقدر أي سكرتير إن هو يشتغلها. النوع الثاني من أنواع السكرتارية اللي هيستعرضها معانا كتاب الوزارة هي السكرتارية الخاصة، ومن خلال السكرتارية الخاصة هنقدر نتعرف على شخص وطبيعة السكرتير الخاص، لأن السكرتير الخاص يعتبر بمثابة الساعد الأيمن أو الذراع الأيمن لرئيس العمل مباشرة. فهنعرف من خلال صفحات كتاب المدرسة إن السكرتير الخاص هو شخص اللي بيعاون المدير أو رئيس العمل مباشرة، وبالتالي يجب أن يتحلى، هو اللي هينظم وقته، هو اللي هينظم مواعيده، هو اللي هيرد على تليفوناته، وبالتالي صفة مهمة يجب أن يتحلى بها هذا السكرتير، هذه الصفة هو يجب أن يكون كاتم لأسرار هذا المدير.
آخر نوع من أنواع السكرتارية اللي هيعرضها معانا كتاب الوزارة هي السكرتارية المتخصصة، وبنشوف من اسمها أو بنلاحظ من اسمها أنها سكرتارية متخصصة، إذن هي مجال أكثر تخصصا من السكرتارية العامة والسكرتارية الخاصة، لأن أقسام السكرتارية المتخصصة بتتخصص في الاستشارات الفنية. وزي إيه؟ هنلاقي إن الكتاب بيعرض لنا أنواع مهمة من أنواع السكرتارية المتخصصة زي السكرتير الطبي. والسكرتير الطبي هنعرف في كتاب الوزارة من خلال دراستنا للباب الأول إنه بيعمل في المستشفيات وفي المراكز الطبية. أما تاني نوع من أنواع السكرتارية المتخصصة اللي هندرسه مع بعض هذا العام بإذن الله تعالى، عندي حاجة اسمها السكرتير القانوني، وده شغله خاص بالاستشارات القانونية. النوع الثالث من أنواع السكرتارية المتخصصة عندي حاجة اسمها السكرتير التعليمي، وده طبيعة عمله داخل المؤسسات التعليمية. عندي كمان السكرتير الصحفي، عندي كمان سكرتير المجالس الشعبية، اللي هم كل دول أنواع السكرتارية المتخصصة. هنعرف كمان مع بعض بعد دراستنا لأنواع السكرتارية من هدف آخر من أهداف تدريس مادة السكرتارية، وهو درس مهم جدا، وهو درس الاتصالات. هنقدر نعرف يعني ايه الاتصال، وهنعرف ايه أهمية الاتصالات وايه هي انواع الاتصالات. هنقدر نقول ان الاتصال هو نقل وتبادل ونشر افكار وحقائق ومعلومات من شخص إلى شخص آخر. وهنعرف حاجة مهمة جدا في مفهوم من مفهوم الاتصال، هنقدر نستعرض فيها في كتاب الوزارة، في إن عناصر الاتصال تتمثل في الراسل، شخص راسل هو اللي معاه الرسالة أو هو اللي معاه الفكرة أو هو اللي عنده الحقيقة أو هو اللي عنده المعلومة وعايز ينقلها بالطبع لشخص آخر. هذا الشخص هيسمى المستقبل. يبقى أنا عندي الشخص الأول يسمى بالراسل، العنصر الأول الراسل، العنصر الثاني بيسمى بالمستقبل اللي هو الطرف الثاني من أطراف الرسالة. طيب إيه هي الرسالة نفسها؟ رابع عنصر هنعرفه مع بعض بسرعة اللي هو الرسالة ووسيلة الاتصال. كمان هنعرف من خلال المقرر بتاعنا إيه هي أنواع الاتصالات، وهنعرف إن أنواع الاتصالات دي اتصالات رسمية واتصالات غير رسمية. وهنعرف إن من أهم أنواع هذه الاتصالات الاتصالات الرسمية والاتصالات غير الرسمية. كمان بإذن الله تعالى من خلال دراستنا لمقرر مادة السكرتارية باللغة العربية لطلاب الصف الأول في النظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، هنقدر نعرف مع بعض كويس إيه هي أساليب عملية الاتصال. وهنعرف إن أساليب الاتصال دي أساليب مباشرة وأساليب مباشرة. وكمان من خلال المقرر هيعرض لنا مقرر مادة السكرتارية اللي حضراتكم هتدرسوه هذا العام وسائل الاتصال، وهنعرف إن عندي أنواع متعددة من وسائل الاتصال. فعندي وسائل اتصال مكتوبة. زي إيه وسائل الاتصال المكتوبة؟ وسائل الاتصال المكتوبة زي المذكرات وزي التقارير والنشرات والإقرارات التي يطلبها مدير المنشأة أو صاحب العمل أو رئيس القسم من السكرتير، فيبدأ دي اسمها تقارير كتابية، أي أن يقوم الموظف أو السكرتير المتخصص أو السكرتير الخاص بكتابتها، سواء كانت هذه الكتابة تتم بالطريقة التقليدية باستخدام القلم وباستخدام الورقة أو يتم تصميمها على الحاسب الآلي. دي كلها بنسميها وسائل الاتصال المكتوبة. هنيجي للنوع الثاني من وسائل الاتصال، وهي وسائل الاتصال الشفهية. نقول شفهية ماشي، نقول شفوية ماشي، سيان احنا ما عندناش مشكلة في جزئية الايه، في جزئية في تعريفها. فهنقول ان وسائل الاتصال الشفهية جاية من اسمها، هي تتم عن طريق المشافهة، يعني تتم عن طريق التحدث باللسان. زي ايه حضراتكم؟ لو انا عايز اوصل لحد معلومة، انا كمدير عايز اوصل معلومة، اقرب شيء بالنسبة لي للسكرتير هو التحدث في التليفون. رقم 2، ان انا ممكن من خلال وسائل الاتصال الشفوية اعمل اسلوب اسمه اسلوب المحاضرة، استحضر الموظفين اللي موجودين معايا واجمعهم في مكان وابدا احضرهم، زي ما بنكون احنا موجودين في الفصل وحضراتكم بتبقوا قاعدين موجودين على الديسكات والمدرس بيبدا يشرح لحضراتكم الدرس. دي اسمها اسلوب المحاضره. كمان من ضمن الوسائل الشفويه عقد اجتماع في مكان معين وفي زمان معين من خلاله نقدر نوصل معلومه. ممكن نعمل لهم حاجه اسمها كونفرنس ده بيكون تدريب عن بعد.
بعد ما عرفنا مع بعض وسائل الاتصال من خلال كتاب الوزارة، هنتنقل لباب تاني. الباب التاني ده باب جزء مرتبط ارتباط وثيق الصلة، ارتباط وثيق الصلة جدا بسوق العمل وبطبيعة المعاملات التجارية داخل السوق من حيث عمليات الشراء وعمليات البيع داخل حدود الدولة أو ما يسمى بالتجارة الداخلية. عمليات الشراء والبيع بتتم بين شخصين أو طرفين، الطرف الأول بيسمى البائع والطرف الثاني بيسمى المشتري، ولا بد إن الاثنين يكونوا في نفس حدود الدولة، لأن لو كان البائع والمشتري داخل حدود الدولة بيستخدموا نفس العملة سواء كان هذه الدولة، احنا بنتكلم على القطر المصري، كلنا مقيمين في مصر بال 27 محافظة. لو افترضت ان انا عندي تاجر مقيم في الاسكندرية وتاجر اخر مقيم في محافظة ولتكن محافظة القاهرة، الاثنين موجودين داخل حيز منطقة محافظة داخل حيز جمهورية مصر العربية، اذا هؤلاء التجار البائع والمشتري طالما انهم بيقعوا داخل حدود الدولة يبقى إذن دي بنسميها تجارة داخلية، لأن هم بيستخدموا عملة واحدة وهي الجنيه المصري. أما إذا كان البائع والمشتري كلاهما أو واحد فيهم في دولة أخرى، يعني كان يقيم أحد في جمهورية مصر العربية والآخر اللي بستورد منه في الصين أو بستورد من اليابان، فدي بنسميها تجارة خارجية. ليه؟ لأنها بتستخدم أكثر من عملة وبتتم خارج حدود الدولة. أبناء الطلبة والطالبات، عايز أقول لحضراتكم إن طبيعة العمل التجاري أو المعاملات التجارية فعمليات الشراء والبيع بتتم بين طرفين، هما الطرفين اللي ذكرناهم هما البائع والمشتري. عايز أعرفكم إن طبيعة العمل المعاملات التجارية بتتم بسجال كله تبادل بين البائع والمشتري. عشان كده هندرس حاجة مهمة قوي قبل ما ندرس عمليات التبادل التجاري بين البائع والمشتري، كان لازم ندرس مع بعض شوية موضوعات مهمة جدا. عشان كده كتاب الوزارة مشي معانا خطوات مهمة قبل ما يبدأ يدرس لأي موضوع. قال إن من ضمن الموضوعات اللي يجب على الطالب إن يكون على دراية تامة بها قبل ما نكون بدراسة مستندات البيع والشراء في التجارة الداخلية، إن يكون الطالب على دراية تامة بمعرفة شروط الدفع المتبعة في التجارة الداخلية. وهنعرف إن شروط الدفع المتبعة في التجارة الداخلية شروط متعددة. أول شرط جرى عليه العرف هو سداد قيمة البضاعة نقدا. حضرتك رحت تشتري أي شيء من السوق، بديه إن حضرتك بمجرد ما بتشتري بتدفع نقدا، فأنا أول عندي شرط من شروط الدفع هيتفق عليه كل من البائع والمشتري هو شرط الدفع نقدا. ولكن هنا في كتاب السكرتارية لما نيجي ندرس هذا المحتوى هنجد ان موجود في سياق الصفحات اللي موجودة في كتاب المدرسة بيستعرض من شروط الدفع نقدا ان يكون الدفع ده خلال فترة زمنية 10 أيام، يعني اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس لحد 10 أيام، ده بنسميه دفع نقدي. ثم يأتي نوع آخر أو شرط آخر من شروط الدفع اللي احنا بنسميه شرط الدفع فورا. وشرط الدفع الفوري خطر إلى أذهان أحد أبناء الطلبة الآن وقال إن الدفع الفوري لازم أن يكون حالا، لازم أن يكون في التوقيت اللي احنا فيه. لا، من خلال شرحنا لدروس ومقرر مادة السكرتارية هنلاقي إن الدفع الفوري ده له مدة محددة بين التجار، اتفقوا على هذه المدة إنها تكون كم يوم، يكون خلال 3 أيام. شرط ثالث من شروط الدفع المتبعة في التجارة الداخلية وهو الدفع عند الطلب. يعني إيه الدفع عند الطلب؟ يعني أنا كمشتري اشتريت بضاعة من البائع، فالبائع أول ما يطالبني يبعت لي مطالبة بقيمة المبلغ المستحق، فأنا هدفع مع الطلب. عندي شرط أخير اسمه الدفع مع الدفع الآجل. إيه الدفع الآجل؟ الدفع الآجل متوقع أن أنا لو أنا أعرف المحل وفي تعاملات قوية بتكون بين التجار، فالبائع بيكون على دراية تامة وعلى ثقة تامة بأن المشتري اللي هيشتري منه البضاعة لو ما دفعلوش فلوسها في الوقت الحالي فهو متوقع أن يدفع له فلوسها في زمن المستقبل، فبيتفقوا على مدة محددة. هذه المدة المحددة خلال فترة زمنية يتفق عليها كل من البائع والمشتري، فدي بنسميها شروط الدفع أو شرط من شروط الدفع، الدفع بالأجل. بعد استعرضنا لشروط الدفع وقبل التوجه إلى عمليات الشراء والبيع هنلاقي نفسنا مع كتاب المدرسة رايحين نعرف درس تاني وجزئية مهمة، وهي شروط التسليم المتبعة في التجارة الخارج الداخلية. وهنلاقي إن شروط التسليم المتبعة في التجارة الداخلية 4 شروط. الشروط دي لها أهمية كبيرة جدا لأنها هتختلف في طبيعة تسليم البضاعة حسب المكان اللي هيتم تسليم البضاعة فيه. فهلاقي إن أنا عندي أول شرط من شروط التسليم هو شرط التسليم محل البائع. البائع أنا كمشتري هروح لحد عنده واستلم البضاعة من المحلات بتاعته، فده اسمه شرط التسليم محل البائع. الشرط الثاني من شروط التسليم
قسم ومحطة البائع، يبقى أنا لو مش هستلم البضاعة في محل البائع، لا أنا هروح لحاجة مكان اسمه محطة البائع. ثم الشرط الثالث وترتيبه هو محطة المشتري، وفي الأخير محل المشتري. إذن لما نيجي نذاكر أو لما هنيجي ندرس شروط الدفع التسليم المتبعة في التجارة الداخلية، لازم نعرفها بالترتيب المنطقي اللي الكتاب الخاص بالوزارة استعرضها في سياق صفحاته وحددها بأربع شروط لابد أن هم يكونوا مرتبين. هعيدهم تاني مش للإعادة، ولكن لكي يعلم أبناء الطلبة الضرورية أو أهمية ترتيبهم. شرط التسليم محل البائع، شرط التسليم محط البائع، شرط التسليم محطة المشتري، شرط التسليم محل المشتري. إذا لو بصنا لهم هنلاقي محلين، محل في الأول اللي هو محل البائع، ومحل في الآخر هو محل المشتري، وفي الوسط محطتين. المحطة القريبة من البائع تسمى محطة البائع، والمحطة القريبة من المشتري تسمى محطة المشتري. طيب أهمية شروط التسليم في التجارة الداخلية بتظهر في طبيعة الأعباء اللي هيتحملها البائع بالنيابة عن المشتري، وبالتالي هنروح لجزئية مهمة وهي معرفة إيه هي المصاريف التي سوف يتحملها البائع بالنيابة عن الإيه؟ عن المشتري. هنلاقي إن هذه المصاريف بتختلف بحسب شرط تسليم البضاعة، فهنلاقي إن أنا عندي شرط تسليم بتظهر فيه المصاريف بالكامل، وعندي شرط تسليم بتظهر فيه جزء من المصاريف. فهنلاقي إن عندي مصروف اسمه مصروف اللف والحزم، عندي مصروف اسمه مصروف نقل ومشال، عندي مصروف اسمه مصروف الإكراميات. أحد أبناء الطلبة يقول لي يا مستر يعني إيه مصروف لف وحزم؟ مصطلح جديد، من حقه يسأل طبعا. أنا بحب أبناء الطلبة اللي دايما اللي ما يكونوش عارفين جزئية ما يتكسفوش، يبدأوا يسألوا ويسألوا السادة المدرسين اللي موجودين معاهم. ليه؟ عشان لما ندرس الكورس نبقى دارسين الكورس بإتقان تام. هنقول لحضراتكم باختصار شديد جدا يعني إيه المقصود بمصروف اللف والحزم. هأعطي حضرتك مثال بسيط جدا. حضرتك رحت تشتري تليفون، التليفون اللي رحت حضرتك تشتريه انت اخترت نوع معين من انواع التليفونات. التليفون اللي حضرتك جيت تشتريه لقيته موجود جوه علبه، هذه العلبه مغلفه من الخارج. اول حد فتح علبه التليفون كان هو حضرتك، فتحت الغلاف اللي موجود عليها وبدات تفتح في علبه التليفون، لقيت التليفون موجود داخل كفر. هذا الكفر اول حد شال الكفر كان حضرتك، موجود عليه سكرينه، انت اللي شلت السكرينه وفتحت التليفون. اذا العلبه بالكيس بالكفر بالسكرينه كلها بتسمى لف وحزم. اللف والحزم دي احنا بنعملها للبضاعة للمحافظة على سلامتها أثناء النقل، وبالأخص في الحاجات اللي بتكون قابلة للكسر أو قابلة للإيه أو قابلة للطي، فبالتالي بنبدأ ننقلها داخل صناديق أو بنحطها في حاجة اسمها لف وحزم. عندي مصروف تاني هيقابلني في التجارة الداخلية وهو مصروف النقل والمشال. هنفترض إن حضرتك طالب أوردر مثلا أكل معين أو طالب شيء معين، شيء طبيعي الشخص اللي هيوصل لحضرتك الاوردر لحد البيت اكيد هياخد حاجه اسمها مصاريف ايه؟ شحن. احنا هنا مش بنسميها مصاريف شحن، احنا هنا في السكرتاريه هنسميها مصاريف النقل والمشال، سواء كان هذا النقل بيتم في سياق نقل البضاعه من مخازن البائع او من محل البائع على العربيات اللي على العربيات، فبيتم بواسطه الحمالين بيشيلوا على كتافهم او بيشيلوا على ايديهم بطريقه المناوله، او هيتم النقل عن طريق السيارات، أو يتم النقل عن طريق السكك الحديدية. إذن النقل ومشال شامل، النقل بالأيدي بواسطة الشيالين أو الحمالين، نقل بالعربيات، ونقل بالسكك الحديدية. المصروف الأخير اللي هيستعرضه كتاب الوزارة معانا من خلال المصاريف اللي هتستخدم في التجارة الداخلية هو مصروف اسمه مصروف الإكراميات، اللي بيجيب لي شيء أنا ممكن أعمل له إكرامية عشان يجي لي مرة واثنين وثلاثة. حضرتك بعد ما تعرضنا مع بعض لشروط الدفع وشروط التسليم المتبعة في التجارة الداخلية وعرفنا إيه هي المصاريف اللي بتتعرض ليها التي هتحملها البائع بالنيابة عن المشتري، هفترض إن حضرتك صاحب محل، المحل اللي موجود عند حضرتك فيه عندك بضاعة، والبضاعة اللي موجودة عند حضرتك موجودة عند أكثر من المحلات الموجودة بجوارك، فحضرتك عايز تعمل شيء عشان تقدر تجذب العملاء أو تقدر تجذب الأشخاص إن هم يشتروا من عندك في ظل إن موجود منافسين كتير، حضرتك هتعمل ايه؟ اكيد حضرتك لازم ان تعمل شيء من شأنه ان يعمل عملية اغراء او جذب لهذا الايه؟ هذا المستهلك او جذب للعميل. كتاب المدرسة قام بوضع جزئية مهمة جدا في هذا المنهج وقال ان احنا هندرس للطلاب بتوعنا جزئية بتسمى بالخصم.
هو استعرض في كتاب المدرسة وقال إن الخصم ده هو عبارة عن إيه. هندي حضرتك مثال بسيط من واقع الحياة العملية اللي من خلاله هنقدر نعرف يعني إيه خصم قبل ما نعرفه التعريف اللي موجود في كتاب الوزارة. هنفترض إن حضرتك ماشي في أحد الشوارع بتتجول، وفجأة عجب حضرتك شنطة أو عجب حضرتك تيشيرت أو عجب حضرتك بنطلون معين. أول حاجة بتيجي في ذهن حضرتك بتروح تسأل البائع، بتقول له بكام الحاجة دي الشنطة دي، فهو قال لحضرتك إن الشنطة دي ب150. بس عشان حضرتك أول مرة تشرفنا في المحل أو عشان حضرتك زبون المحل، يبقى سلاح ذو حد يعني ذات شقين. لو حضرتك كنت زبون المحل مستمر فهو هيحاول يعرف حضرتك إن هو عمل لك جميلة، فيقول لك إن ثمن التليفون، إن ثمن الجراب ده أو ثمن الشنطة دي 150 جنيه، بس عشان حضرتك زبون المحل إحنا هندي لحضرتك ب 120 جنيه. إيه اللي حصل؟ الفرق بين ال 150 جنيه اللي هو ثمن ثمن الجراب الأصلي أو ثمن الشنطة الأصلية أو ثمن الشيء اللي أنا بشتريه الأصلي 150، وما سأقوم بدفعه 120، هو عبارة عن فرق 30 جنيه. ال 30 جنيه دول احنا بنسميهم في مادة السكرتارية بتخفيض أو بنسميهم الخصم. إذن لما هنيجي نعرف الخصم من خلال كتاب مادة السكرتارية تعريف موجز لحين الوصول إلى هذا الدرس في المقرر، وسيتم دراسته بشيء من التفصيل والدقة. الكتاب بيستعرض ويقول، إن الخصم ده هو عبارة عن تخفيض في ثمن البضاعة بيمنحه البائع للمشتري. يبقى مين اللي بيمنح الخصم؟ اللي بيمنح الخصم هو البائع للمشتري. طيب هينقسم الخصم الى نوعين، هنعرف مع بعض ايه هم انواع الخصم. عندي حاجه اسمها الخصم التجاري وعندي حاجه اسمها الخصم النقدي. الخصم التجاري خصم تجاري وخصم نقدي. الخصم التجاري ده نسبه مئويه، بيمنحها البائع للمشتري. عشان ايه؟ عشان يشجعه على ايه؟ عشان يشجعه على ان هو يشتري من عنده، او عشان يشجعه على الشراء بكميات كبيره. اذا الخصم التجاري خصم غير معلق على شرط. اذا الخصم التجاري اي شخص هيدخل المحل عندي ويشتري من عندي سواء اشترى نقدا او اشترى اجلا فسيحصل على هذا الخصم، الخصم التجاري. وده خصم بيعمله التجار لما بيلاحظوا ان في عندهم ركود في بعض السلع، او لما بيكون في منافسه جامده فبيبدا يعمل عروض. كل العروض اللي كل العروض اللي حضرتك بتروح تشتريها، ان انا اشتري سلعه فيها عدد 2 فيقول لي خد الثالث هديه، هذه الاشياء بتسمى بالخصم التجاري. اذا الخصم التجاري خصم هنلاقيه بيحسب ويطرح، ويظهر مطروحا من ثمن البضاعه في الفاتوره. اما الخصم الثاني اللي هيتم دراسته من خلال مقرر ماده السكرتاريه في الباب الثاني، المحطه الثانيه من محطات ماده السكرتاريه، هنلاقي ان عندي حاجه اسمها الخصم النقدي. والخصم النقدي خصم ايضا تخفيض في السعر. بيمنحه مين؟ بيمنحه برضو البائع للمشتري. برافو عليكم، سامع ابناء الطلبه والطالبات اللي بيتجاوبوا معانا من خلال مشاهدتهم للحلقه، وهم بيقولوا انت فعلا يا مستر عرضت على الشريحه قبل الشرح وقلت لنا ان عندنا خصم تجاري وخصم نقدي، وقلت لنا سواء كان خصم تجاري او سواء كان خصم نقدي فالاثنين بيمنحهم البائع للمشتري. فلما تيجي حضرتك تسالني عن الخصم النقدي انا هقول لحضرتك على طول ان الخصم النقدي خصم بيمنحه البائع للمشتري. طب ايه هو هدفه؟ الهدف منه زي ما الكتاب هيستعرض معانا من خلال صفحاته، وهيقول ان الخصم النقدي هو خصم تعجيل للدفع او خصم بيعطيه البائع للمشتري عشان يشجعه على السداد خلال فتره زمنيه. احنا اخذنا من شويه وقلنا ان المنهج بتاعنا قال لي ان عندي شرط من شروط الدفع اسمه الدفع بالاجل، ودي بيكون خلال مده زمنيه مشروطه على المشتري والبائع. فاذا قام المشتري بسداد ثمن البضاعه او بسداد قيمه البضاعه التي قام بشرائها من البائع في خلال المدة الزمنية المتفق عليها، فإن البائع سوف يمنح للمشتري خصما نقديا تشجيعا على نظرا لأنه قام بالسداد في فترة الزمنية المتفق عليها. بعد استعرضنا الأنواع الخصم وعرفنا أنه خصم تجاري وخصم نقدي، هيتنقل بينا الكتاب لجزئية مهمة جدا وهي ذات ارتباط وثيق. مبتدأ كده عايزين نقول لحضراتكم على حاجة، بتبدأ العملية التجارية في مستندات الشراء والبيع في التجارة الداخلية، بتبدأ دائما العملية التجارية بإرسال رسالة. هذه الرسالة يرسلها المشتري للبائع اللي هي ما تسمى برسالة الاستفسار. عايز حضراتكم رسالة الاستفسار جاية من اسمها، رسالة بيرسلها المشتري للبائع. حضرتك لما كنت ماشي في الشارع في المثال السابق اللي احنا سألنا فيه على الشنطة، حضرتك سألت أول حاجة بتيجي في ذهنك لما بيعجبك شيء بيتبادر إلى ذهنك، إيه هو؟
الشيء سعر الشيء وإزاي هقدر أشتريه وإزاي يقدر يوصلني وإزاي هقدر أدفع قيمته. إذن من خلال رسالة الاستفسار هنلاقي إن كتاب الوزارة بيقول إن رسالة الاستفسار هي رسالة مرسلة من المشتري الشخص اللي بيشتري إلى الشخص اللي بيبيع، بيسأل فيها ثلاث أسئلة. الثلاث أسئلة دول إيه هما مفادهم؟ إيه هو سعر البضاعة؟ إيه هو شرط دفعها؟ إيه هو شرط تسليمها؟ فبيدوره اللي بيوثقها بموجب هذه الرسالة التجارية. الرسالة التجارية الأولى رسالة الاستفسار بمجرد ما هتروح للبائع، البائع طبعا هيبدأ يرد، هيبدأ يرد عليه برسالة. هذه الرسالة بتسمى برسالة التسعير. رسالة التسعير ترسل من مين؟ أيوة سمعكم بتقولوا، برافو عليكم، ترسل من البائع إلى المشتري، لأن هيرد فيها على المشتري اللي سأله كم سؤال؟ ثلاث أسئلة. إذا رسالة التسعير بإذن الله تعالى هتجاوب على ثلاث أسئلة، هتجاوب على سعر البضاعة، وهتجاوب على شرط دفعها، وكمان هتقول لي إيه هو شرط التسليم المتبع في التجارة الداخلية. طيب عايز أبنائي الطلبة يركزوا معانا، لأن من خلال صفحات الكتاب ومن خلال أهداف تدريس مادة السكرتارية ألقى الكتاب الضوء على مفهومين مرتبطين وواثقين الصلة في الشكل ولكن يختلف في المضمون عن رسالة التسعير. احنا عرفنا رسالة التسعير، طب ايه الفرق بين رسالة التسعير والتسعيرة؟ هنلاقي ان كتاب الوزارة بيقول ان التسعيرة هي نشرة إلزامية دورية بتصدرها الحكومة بتحدد فيها ببساطة جدا أسعار بعض السلع. يعني لو رحنا اشترينا السلعة دي من أسوان زي ما نشتريها من القاهرة، زي ما نشتريها من القليوبية، زي ما نشتريها من بورسعيد، أي محافظة من المحافظات، هلاقي إن سعر السلعة ده موحد، ده بموجب نشرة إلزامية تسمى التسعيرة. عشان كده أي تاجر أو أي شخص بيخالف التسعيرة بيوقع عليه غرامة بتسمى غرامة مخالفة التسعيرة. كتاب المدرسة هيوضح بالتفصيل يعني إيه تسعيرة. كمان مصطلح مرتبط برسالة التسعير وهو قائمة الأسعار. قائمة الأسعار جاية من اسمها، مرتبطة بالتجار. قائمة الأسعار يحددها كبار التجار، بيتجمع كبار التجار في بعض المحافظات ويشوفوا هم اشتروا السلعة دي بكام، وعشان ما يبقاش في إغراق للسلعة أو في تفاوت في أسعار السلعة فبيتفقوا فيما بينهم على هذه الايه، على هذه الاسعار، ولكنها ليست الزاميه كالتسعيره. يبقى عرفنا كده ايه الفرق بين التسعير والتسعيره وقائمه الاسعار. نرجع تاني لموضوع الرسائل. بدات الرسائل، هذكركم تاني بسرعه برساله الاستفسار اللي بيبعتها زي ما انا اقول برافو عليك اللي بيرسلها المشتري للبائع، بيرد عليه البائع برساله بتسمى رساله التسعير اللي بيجاوب له فيها على كم سؤال يا بنات، اللي بيجاوب له فيها على كم سؤال يا شباب، برافو عليكم، بيجاوب له فيها على ثلاث أسئلة، بيحدد له فيها سعر البضاعة، وكمان بيحدد له فيها شرط الدفع، وكمان بيحدد شرط التسليم. طيب المشتري لما جات له الرسالة من البائع اللي هي رسالة التسعير، طب لو عجبوا الأسعار ونالت رضاه، إيه اللي هيبدأ يحصل؟ هيبدأ المشتري بدوره يطلب البضاعة، فهيبدأ يرسل للبائع رسالة بتسمى رسالة الطلب، أو في بعض الأحيان بتسمى أمر الشراء، الأمر أو الأوردر اللي هيدوله عشان يشتري البضاعة، وفقا للأسعار اللي وردت فين؟ وفقا للأسعار التي وردت في قائمة في رسالة التسعير. عفوا، بعد دراستنا لأنواع الرسائل ومستند نجد أن بمجرد أن وصول رسالة الطلب من المشتري إلى البائع فإن البائع لا يتوارى، البائع مش هيستنى، البائع ما هيصدق أن المشتري يطلب منه السلعة. فبمجرد ما المشتري أرسل أمر الشراء اللي هو بين قوسين رسالة طلب البضاعة إلى البائع، البائع هيبدأ يعمل إيه؟ البائع طبيعي هيبدأ يجهز السلعة، وهيجهز السلعة وفقا لمواصفاتها ووفقا للكميات المتفق عليها بينه وبين المشتري في رسالة التسعير. طيب بعد ما هيبدأ يجهز البضاعة وفقا لأصنافها وكمياتها وأسعارها ويرسلها له، هل هيرسلها له كده مباشرة ولا في إجراء معين هو هيتبعه عشان يرسل له البضاعة؟ أنا عايز حضراتكم نروح أخد حضراتكم لحتة في الواقع العمل الخارجي عشان أعرفكم مدى ارتباط الثقة الوصيلة بين ما نكون بتدريسه في مقرر مادة السكرتارية وما يتم تنفيذه في الحياة العملية في قيام حضرتك بشراء أو شراء أو بيع أو معاملات تجارية في السوق. هفترض أن حضرتك أو حضرتك ذهبت إلى محل الصاغة لشراء أحد مصوغات الذهبية. أنا رحت أشتري خاتم ذهب أو رحت أشتري إسورة ذهبية، بمجرد ما نقيت ووزنت الميزان بتاعي، الصائغ بيعمل معايا إيه؟ الجوهرجي بيعمل معايا إيه؟ بيبدأ يوزن وبيبدأ يكتب الوزن جوه ايه؟ ايوه برافو عليكم، بيدين حاجه اسمها فاتوره، الفاتوره دي بتثبت ملكيتي في البضاعه عشان لما اجي اقدر ابيع
الذهب ما يحدش يقول لي انت جايبه منين، البائع ده هنا بتثبت حق البائع وحق البائع والمشتري، وبالتالي بمجرد تجهيز البائع للبضاعه بكمياتها واصنافها هيبدا يرسل البضاعه ومعاها الفاتوره اللي حضراتكم لسه قايلينها، ومن هنا هيروح منهج السكرتاريه ومخصص جزء كبير جدا منه لجزئيه الفواتير، وهنشوف ايه هي الفاتوره، هنعرف يعني ايه فاتوره، هنعرف ان الفاتوره هي او بيانات الفاتوره كمان، هنعرف ان الفاتوره دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بيان تفصيلي بالبضاعه اصنافها اسعارها كمياتها اللي اتفق عليها البائع والمشتري، اللي اتفق عليها كل من البائع والمشتري في رساله التسعير. طيب ايه هي البيانات التي تشتمل عليها الفاتوره؟ من خلال استعراضنا لاطراف الفاتوره السابقين هنلاقي ان اطراف الفاتوره هم نفس اطراف الرسائل الثلاثه، هنلاقي ان هم البائع والمشتري، فهنروح نشوف مع بعض ايه هي البيانات التي تاتي في الفاتوره. هنلاقي ان بيانات الفاتوره فيها نوعين من البيانات، أول نوع من أنواع البيانات التي ترد في الفاتورة هي بيانات مطبوعة، البيانات المطبوعة بيانات موجودة بطبيعتها لا يتم تعديلها، يعني إيه؟ يعني التاجر أو البائع أو صاحب المحل لما راح للمطبعة هو صمم وطبع مجموعة من البيانات اللي ما ينفعش تتغير، زي لما حضرتك رحت لمحل الجواهرجي هو طلع الفاتورة كانت مطبوعة ولا مش مطبوعة؟ مطبوعة، يا دوبك كتب اسم حضرتك واديها لك، إذا هذه البيانات بيانات مطبوعة، طب بتشمل إيه؟ تعالوا مع بعض نشوف كده من خلال كتاب الوزارة اللي هيعرض معانا في حلقات وبإذن الله تعالى من خلال دراستنا من خلال متابعتنا لقناة التعليم الفني ودروس مادة السكرتارية بإذن الله تعالى هنعرف بالتفصيل كل البيانات اللي موجودة في الفاتورة، وهنعرف إزاي نطبق فيها عملي من خلال التمارين العملية المرفقة بكتاب الوزارة. هنشوف البيانات كده، أول حاجة اسم البائع، اسم البائع وعنوانه، رقم التليفون الخاص به، رقم السجل التجاري، رقم صندوقه البريدي، الإيميل، الفاكس، وحاجة مهمة جدا هي رقم الفاتورة. فهذه البيانات سواء تم إعدادها يدويا أو تم إعدادها بواسطة البرامج التي يتم تنفيذها باستخدام الحاسب الآلي، هذه البيانات سوف تكون بيانات مطبوعة، لا يقوم السكرتير أو لا يقوم الشخص الذي يقوم بتنفيذ الفاتورة بكتابتها، بل هي بيانات موجودة بطبيعتها بما فيها رقم الفاتورة. ليه؟ لأن هذه دفاتر الفواتير بتكون دفاتر مسريلة ودفاتر مسلسلة، وبالتالي الفاتورة اللي عليها الدور بيبدأ البائع يسحبها ويكتب فيها اسم المشتري. هنروح لنوع تاني من البيانات التي تحتويه الفاتورة، وهنعرف انها بيانات مطبوعة، ولكن هذه البيانات لابد ان تستكمل بايه؟ تستكمل بالكتابة، السكرتير او البائع هو اللي هيحررها بايده، زي ايه؟ رقم تاريخ الفاتورة واسم المشتري وعنوانه وشرطي الدفع والتسليم. بعد كده بنروح لجزئية مهمة في كتاب الوزارة، هنلاقي ان كتاب الوزارة بيحدد لي في تسطيرة معينة لشكل الفاتورة، وعايز اقول لابناء الطلبة والطالبات المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال حلقات مادة السكرتارية التي تبث على قناة مصر للتعليم الفني، بنقول لهم ان شكل الفاتورة ليس شكلا الزاميا، ولكنه يعتمد على الذوق العام لشخص من يقوم بتصميمها. ففي بعض الاشخاص بتصمم نموذج للفاتورة، ازاي بتبدأ تعمل الفاتورة بتسطيرة مكونة من خمس خانات. انا مش هقول الخمس خانات عشان حضرتك تحفظهم، احنا هنا قلنا نتفق على قاعدة مهمة جدا، نتفق على قاعدة فهم وبعدين حفظ وبعدين تركيز، فيديني فول مارك، يبقى انا افهم وبعدين لما افهم هلاقي الفهم اتحول الى حفظ مع تركيز هلاقي نفسي جبت 50 من 50. ابناء الطلبة دي نصيحة مني، يا ريت حضراتكم تدونوها وتعرفوها. في بعض الاشخاص بتصمم الفاتورة ازاي، هقول لحضراتكم الفاتورة دي عشان نفهم كيفية تصميمها وآلية تنفيذها لحين الوصول إليها في موضوع في حلقات سابقة في حلقات لاحقة لوحدها بدون أي دروس معها. افترض ان حضرتك كنت طالب في رسالة طلب البضاعة 5 تليفون سعر التليفون 1000 جنيه، وطالب 5 اسكرينة سعر الاسكرينة 100 جنيه، فلما نروح البائع يصمم الفاتورة هيعمل ايه؟ هو عنده تليفون وعنده كمية للتليفون عددها كام؟ برافو عليكم سامع، ايوه بتقولوا 5، وحد تاني بيناقش ويقول لي والسعر كمان 1000. اذا انا عندي 3 حاجات موجودين في رسالة الطلب، كصنف وكمية وسعر، يبقى اذا الفاتورة لازم يبقى فيها 3 خانات، خانة للكمية وخانة للصنف وخانة للسعر. ابدا بالكمية الاول
والصنف في النص وبعدين السعر ما عنديش مشكلة. أبدأ بالصنف الأول وخلي الكمية جنب السعر ما عنديش مشكلة. أبدأ بالسعر في بداية الفاتورة، في بداية الفاتورة على إيدي اليمين في التصدير، وخلي الصنف في المنتصف والكمية بعدهم ما فيش مشكلة. عشان كده قلنا هي فيها مرونة، بتتسم بالمرونة، ما فيش فيها اتفاق على حاجة معينة. فإحنا هنقول أنا عندي تليفون، يبقى أنا لازم أكتب التليفون ده في خانة تسمى خانة الصنف أو خانة البيان. طيب حد بيقول معايا الكمية كانت كام؟ الكمية كانت 5 تليفونات، يبقى أنا بحط في خانة الكمية 5 تليفونات. كمان بنروح على السعر، السعر اللي موجود معايا كان كام؟ برافو عليكم 1000. يبقى إذا أنا عندي 3 خانات هنستعرضهم مع بعض من خلال المحتوى البضاعة اللي طلبناها، الكمية والصنف والسعر. طيب أنا لو عايز أشوف مبلغ الإجمالي اللي أنا هدفعه كام، فببدأ أضرب الكمية اللي أنا طلبتها في سعر كل وحدة، فالوحدة الواحدة سعرها 1000 جنيه والكمية 5، يبقى أنا بضرب خانة الكمية في خانة السعر يديني خانة اسمها خانة المبلغ الجزئي، وبالتالي لازم الفاتورة تحتوي على خانة للمبلغ الجزئي. بعد كده بقى أجي على الصنف الثاني اللي هو السكرينة، ببدأ أكتب سكرينة في خانة الصنف وأبدأ أنزل عدد أو الكمية 5 والسعر بتاعها 100، وأبدأ أضرب إيه؟ برافو عليكم خلاص عرفناها مع بعض، نضرب السعر في الكمية، لأن الصنف ده كلام عبارة عن كلام مكتوب، أما الأرقام هي الصنف والكمية، فبضرب الأرقام في بعضها، فأقوم أضرب الكمية في الصنف فيديني خانة الجزئي. كده بقى عندي كام رقم في الجزئي؟ عندي رقمين. المفروض إن أنا هجمع الرقم الأولاني بتاع أسعار التليفونات اللي هو 5000 على رقم السكرينات اللي هي المفروض 500 جنيه، يبقى 5000 زائد 500 أحطهم في الخانة الأخيرة اللي هتكون مكونة للفاتورة اللي هي خانة الكلي 5500 جنيه. إذن عرفنا مع بعض من خلال توضيح بسيط بدون الدخول في تفاصيل تخص الفاتورة إن الفاتورة بتتكون من 5 خانات. الخانة الأولى هي خانة البيان أو الصمت، الخانة الثانية هي خانة العدد أو الكمية، الخانة الثالثة هي خانة السعر، خانة الجزئي وخانة الكلي. بعد استعرضنا ليه معنى الفاتورة هنروح لجزئية تانية مهمة جدا، عايز أقول لأبناء الطلبة والطالبات بعد تصميمنا للفاتورة وبعد معرفتنا للفاتورة هنلاقي إن في اللي بيصمم الفاتورة بطبيعته هو السكرتير، اللي بيصمم الفاتورة بطبيعته هو شخص بشر، والبشر مش معصوم من الخطأ، فبالتالي أثناء تصميمي للفاتورة أو كتابتي للفاتورة ممكن يحصل فيه خطأ في الفاتورة. يعني مثال، أنا المفروض إن إحنا اتفقنا على كمية التليفونات 5، نفترض إن أنا بدل ما أكتب في الفاتورة 5 أنا كتبت 6، يبقى هنا في كمية بالزيادة. طب لو افترضت ان المفروض ان الكميات دي 5 وانا كتبت الكميات دي 4 وانا بعتت للمشتري 5، يبقى انا عندي خطأ بالنقصان قيمته 1، يبقى اذا التليفونات يا اما تبقى بالزيادة يا اما تبقى بالنقص، في خطأ ولا مش خطأ؟ في خطأ. طب ممكن الخطأ يحدث في السعر، ان ممكن بدل ما انا احسب سعر التليفون على 1000 لا يتحسب في الفاتورة على 1100، يبقى انا زودت السعر على مين؟ على المشتري، خطأ يستوجب الى علاج. كل هذه الاخطاء التي تستوجب الى علاج في فاتورة المقرر بتاعنا ما سبهاش، فقال لنا هندرس هدف مهم جدا من أهداف تدريس السكرتارية وهو معرفة إيه هي إشعارات التسوية، وهنعرف إن إشعارات التسوية على بنوعيها بيرسلها مين؟ يرسلها البائع للمشتري لمعالجة خطأ ما حدث لمعالجة خطأ ما حدث بالفاتورة. عفوا، هنعرف مع بعض ايه هي انواع الاشعارات. هلاقي ان انا عندي انواع الاشعارات نوعين، عندي حاجه اسمها الاشعار المدين وحاجه تانية اسمها الاشعار الدائن. الاشعار المدين عفوا والاشعار الدائن. الاشعار المدين هنلاقي ان الكتاب بيستعرضه معانا ويقول لي ان الاشعار المدين هيتميز بعباره مهمه جدا وهي عباره قيدنا على حسابكم، لان معناها ان انا لما ببعت اشعار مدين ان انا بزود مديونيه المشتري عند البائع، فبالتالي بنضيف له عباره مميزه جدا اسمها عباره قيدنا على حسابكم. بينما الاشعار الدائن بيرسله البائع للمشتري لتصحيح خطا من شأنه أن يقلل الديون أو المديونية اللي عند المشتري تجاه البائع، فبيقول له قيدنا لحسابكم أي لصالحكم. ب، وصلنا في المنهج لأنواع الإشعارات المدينة والدائنة، يبقى كده وصلنا للمحطة قبل الأخيرة في مقرر الفصل الدراسي الأول. بيروح بينا المقرر لدراسة درس مهم جدا وهو درس اسمه الاجتماعات، الميتنج، الاجتماعات. هنعرف من خلاله يعني ايه اجتماع، وهنعرف من خلاله ايه هي أهمية الاجتماعات، وهنعرف من خلال درس الاجتماعات ايه هي
أهم أنواع الاجتماعات، وهنعرف إيه هي عوامل نجاح الاجتماع، وكمان من خلاله هنقدر نعرف إيه هي المزايا التي يمتاز بها الاجتماعات، وإيه هي العيوب التي يجب أن يتلافاها الاجتماع. ومن خلال درس الاجتماعات كمان هنعرف إيه هو الدور اللي بيقوم بالسكرتير قبل الاجتماع وبعد الاجتماع وأثناء الاجتماع. بعد كده أبناء الطلبة والطالبات بمجرد أن حصولكم على كتاب المدرسة هنلاقي أن فصل الاجتماعات هو الفصل الختامي في الفصل الدراسي الأول. بعدها هنلاقي في الكتاب مجموعة كبيرة وشيقة ولذيذة من التمرينات العملية التي تشمل المستندات الشراء والبيع في التجارة الداخلية بدءا من الرسائل ونهاية بالإشعارات المدينة والدائنة. هنلاقي بعد كده عندي 5 نماذج في كتاب الوزارة. ال5 نماذج دول موضوعين على أساس أن الطالب يبدأ يتدرب عليهم ويتعلم عليهم كيفية خوض التقييمات اللازمة لمادة السكرتارية. هنعرف مع بعض أبناء الطلبة والطالبات إن بعد امتحان إن الامتحان بتاعنا هيكون شامل على أسئلة نظرية، هي عبارة عن أسئلة صح وغلط، عبارة عن أكملة أسئلة إكمل اللي احنا بنسميها الأسئلة الموضوعية، ومجموعة أخرى من الأسئلة اللي بتسمى بالأسئلة العملية اللي بيديني فيها بائع ومشتري وكميات سعر وبضاعة وأسعار، ويطلب مني الرسائل الثلاثة مع فاتورة مع أحد الإشعارات. بكده يكون انتهى مقرر الفصل الدراسي الأول. أبناء الطلبة والطالبات حضراتكم هتروحوا في أجازة سعيدة، أجازة الفصل الدراسي الأول، ونرجع مع بعض بإذن الله تعالى الفصل الدراسي الثاني بدراسة موضوع مهم جدا، وثيق الصلة ومرتبط ارتباط وثيق بالمجتمع، وهو كشف الحساب. قبل ما ندرس كشف الحساب أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في نظام ال3 سنوات وال5 سنوات، عايز أقول لكم أن لا يخفى عليكم أن طبيعة العمل التجاري بين التجار وبين العملاء يتضمن مجموعة من المعاملات اللي دايما بتتم بصفة مدينة، ومجموعة من المعاملات اللي بتكون بصفة دينة. يعني معناها أن التاجر ليه وعليه، وبالتالي يستوجب على البائع أن كل فترة زمنية أن يرسل إلى المشتري بيان يوضح له فيه إيه هي طبيعة المعاملات اللي له واللي عليه، ويوضح له الرصيد المستحق. من هنا بدأ منهجنا في الفصل الدراسي الثاني، في أولى محطات الفصل الدراسي الثاني لقطار منهج مادة السكرتارية باللغة العربية لطلاب الصف الأول، يدرس لي كشف الحساب ويعرف لي يعني إيه كشف الحساب، بأن كشف الحساب هو بيان تفصيلي بالمعاملات التي تمت بين البائع والمشتري خلال مدة معينة لتوضيح الرصيد المستحق عن هذه المدة. بعد كده هيستعرض معايا المنهج ويقول لي ايه هي الهدف من تدريس كشف الحساب. كشف الحساب هيرسله البائع للمشتري، وبالتالي هيبقى فيه طبيعة من المعاملات. البائع ليه عند المشتري فلوس، فبما ان البائع ليه عند المشتري فلوس فهو ما ينفعش ان هو يطالبه بالتليفون، فقالوا نبعت كشف الحساب. وكشف الحساب بيحقق غرضين، الغرض الاول انه يعتبر طريقة مهذبة لمطالبة المدين بسداد ما عليه من مبالغ. الطريقة الثانية او الهدف الثاني انه وسيلة لمراجعة دفاتر كل من البائع والمشتري. بعد استعرضنا لأهداف كشف الحساب هنروح بسرعة وفي عجالة قبل ما الوقت يدهمنا عشان نقدر نستعرض مع بعض باقي موضوعات مقرر الفصل الدراسي الثاني لمادة السكرتارية، نعرف إيه هي أهم البيانات التي يشتمل عليها كشف الحساب. هنعرف إن من أهم البيانات التي يجب أن يشتمل عليها كشف الحساب كما في السابق دراستها في الفصل الدراسي الأول من دراسة الفاتورة، هيظهر عندي ان عندي بيانات، ان انا عندي بيانات مطبوعه. البيانات المطبوعه دي بيانات موجوده في كشف الحساب لا يتم كتابتها الا مره واحده عند تصميم كشف الحساب. زي ايه؟ زي اسم البائع وعنوانه والبلد اللي مقيم فيها، رقم تليفونه، رقم سجله التجاري، رقم صندوقه البريدي، الايميل الخاص بيه، والفاكس اللي من خلاله هيتم ارسال الفاكسات عليه. كمان شيء مهم جدا من البيانات المطبوعه لانها بتبقى جوه الدفاتر سواء تم إعدادها يدويا أو تم إعدادها إلكترونيا، حاجة اسمها رقم كشف الحساب. طيب بنروح بعد كده على البيانات اللي مطبوعة، بس هذه البيانات هذه المرة يتم كتابتها بخط اليد بالضبط زي الفاتورة. هنلاقي إيه؟ أول حاجة تاريخ كشف الحساب، وبعدين بنكتب اسم العميل اللي هو المشتري والبلد اللي بيقيم فيها، وفي حاجة اسمها بيان عن المدة المرسل عنها كشف الحساب. ايه هي المدة المرسل عنها كشف الحساب؟ يعني لو كشف الحساب ده متوقع ان دايما جرت العادة
جرت العادة على أن كشف الحساب بيتم إرساله كل فترة زمنية عادة ما تكون شهر، فهيتم الفترة الزمنية اللي تمت بين البائع والمشتري، فهيقول له وذلك عن المعاملات التي تمت بيننا خلال الفترة الزمنية من كذا إلى كذا. بعد كده هيستعرض كتاب الوزارة معانا لجزئية مهمة جدا بعد إعداد كشف الحساب، هيروح لدرس مهم جدا من أهم الدروس اللي احنا يجب أن نقوم بدراستها، اللي هي وسائل الدفع المتبعة في التجارة الداخلية، وهنعرف من خلالها أن أنا عندي نوعين من طرق الدفع المتبعة في التجارة الداخلية، وهنعرف أن أنا عندي حاجة اسمها طرق الدفع العاجلة وعندي حاجة اسمها طرق الدفع الآجلة. وهيقسم كتاب الوزارة طرق الدفع العاجلة إلى الإيصال، إيصال استلام النقدية، والشيك، والشيك المصرفي الداخلي، اللي هناخدهم بشيء من التفصيل في الدروس الحصص أو الحصص الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. وهنعرف أن أنا عندي تاني طرق دفع آجلة اللي هي تتمثل في الكمبيالة والسند الإذني، وهنعرف أطراف كل من الكمبيالة والسند الإذني، وهنعرف كمان إيه هي أطراف الشيك وأطراف الإيه الكمبيالة وأطراف الكمبيالة من خلال استعراضنا لهذا الإيه المحتوى. زي ما احنا لسه قايلين طرق الوفاء بالديون الداخلية أهو، طرق الدفع العاجلة وتشمل النقدية بإيصال، والشيك العادي والشيك المصرفي، وطرق الدفع الآجلة اللي هي الكمبيالة والسند الإذني. وهنعرف من خلال كتاب الوزارة ان احنا عندنا درس مهم جدا بعد طرق الوفاء بالديون، هنقدر نعرف من خلاله ايه هو بعد معرفتنا بوسائل الدفع وطرق الدفع، هنقدر نروح لموضوع مهم جدا اسمه موضوع الحفظ وموضوع الفهرسة. موضوع الحفظ والفهرسة، موضوع الحفظ والفهرسة، وهنبدأ نعرف كل حاجة عن الحفظ والفهرسة والترتيب. ودي بيكون نهاية مقرر الفصل الدراسي الثاني، اللي بيكون فيه مجموعة من الأسئلة اللي مرتبطة ارتباط وثيق الصلة بالمجتمع. وإحنا قلنا ملخص سريع جدا للفصل الدراسي الثاني، كشف الحساب، الرسالة المرفقة بكشف الحساب، هنعرف كمان وسائل وطرق الدفع الآجلة وطرق الدفع العاجلة. طرق الدفع الآجلة اللي احنا قسمناها للكمبيالة والسند الإذني، وهي عبارة عن تعهدات أو أوامر بدفع مبالغ من المشتري إلى البائع في تاريخ محدد، أما عشان كده سميت بالآجلة. أما طرق الدفع العاجلة هي عبارة عن الشيك والشيك المصرفي والنقدية بإيصال، وبتكون مدفوعة في الحال، عشان كده سموها طرق الدفع العاجلة. هنعرف كمان من خلال سياق المنهج نفرق كويس قوي بين الإيصال والشيك والشيك المصرفي، وهنعرف من خلال صفحات كتاب المدرسة قبل وصولنا لنهاية الحلقة هنعرف هنقدر نعرف كويس قوي ان الفرق بين الشيك العادي والشيك المصرفي، ان الشيك العادي يشترط ان يكون لحامله حساب جاري في البنك، اما الشيك المصرفي لا يشترط ان يكون لحامله حساب جاري في البنك. ابناء الطلبه والطالبات، الوقت داهمنا، وللاسف الحلقه بتاعتنا اوشكت على الانتهاء او قد تكون انتهت، الوقت معاكم عدى بسرعه. ابناء الطلبه والطالبات، في النهايه اشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.